بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعرفنا طبعا بأنشطة لتقويم التعلمات ودعمها. الوحدة الخامسة، المرجع هو المفيد في الاجتماعيات، القسم الخامس ابتدائي. إذا الدرسان المستهدفان عندنا السياحة رافعة لتنمية وطني، ثم مميزات وطني، المعادن والصناعة المعدنية، طبعا قطاع الفوسفات نموذجا. نبدأ على بركة الله. لاحظوا هنا الصورة لإفران، هنا مرزوقة طبعا، هنا شاطئ طبعا بالداخلة، ثم هنا قصبة أيت بن حدو. نعم، قصبة أيت بن حدو. نعم، ألاحظ الصورة ألف وباء وجيم ودال، وأصف المشهد الذي تمثله كل صورة على حدة طبعا، وأبرز أهمية هذا التنوع في مجال القطاع السياحي. نعم، بالنسبة للصورة الأولى فطبعا هذه مدينة إفران. نعم، الصورة ألف، عندنا هنا الصورة ألف هي مدينة طبعا قلنا إفران، اللي طبعا هذا كيتبين أنه كان وجود ثلوج. إذا فصل الشتاء، في فصل الشتاء طبعا، في فصل الشتاء. نعم، شنو وقع؟ تساقط، نعم تساقط الثلوج على الأشجار، الثلوج نعم على أشجار طبعا الأرز. نعم، وهنا كتبين واحد المنظر طبيعي اللي هو جذاب، منظر طبيعي جذاب. نعم، ها الجواب ديال الأولى. بالنسبة الثانية باء، نعم مرزوقة، واللي تقع في طبعا جنوب شرق المملكة. مرزوقة، كتبوا مرزوقة، نعم الموجودة في جنوب شرق المملكة، جنوب شرق المملكة، نعم المملكة المغربية. فطبعا لاحظوا مساحات رملية، مساحات رملية واسعة، مساحات رملية واسعة، مناظر ديال الكتبان الرملية. نعم، نقول مناظر الكتبان الرملية طبعا الجميلة. نعم، الآن دابا نمر إلى الصورة ثلاثة. الوثيقة طبعا الثالثة اللي هي نشوف هنا شاطئ طبعا الداخلة، هذا في كتاب جديد، أما الآخر كانت فيه ربما شاطئ سطيحات. نعم نعم لاحظوا الشاطئ الداخلة طبعا، فهو طبعا شاطئ جميل يجذب السياح. ثم غنمشيو دابا لقصبة بن حدودال، قصبة بن حدو أيت حدو، قصبة، نعم قصبة، نشوفوا أيت بن حدو، قصبة أيت بن حدو، نعم قصبة أيت بن حدو، هنحاول نوصفوها. طبعا لاحظوا قصبة طينية، نعم فهي قصبة طينية، قصبات نعم طينية من الطين، هي تتبين أصالة المعمار المغربي، أصالة المعمار المغربي طبعا. فجمالية المناظر الطبيعية، وثم هنا أسلوب البناء متميز، عندنا بناء متميز، أسلوب ديالو بناء طبعا متميز، بناء متميز. نوريكم هذا الشيء اللي درناه دابا، ها هو نحاول نوضحه لكم أكثر. نعم، الإجابة اللي درنا عندنا بالنسبة لإفران ها هي تساقط ثلوج على الأشجار، مرزوقة جنوب شرق المغرب، واللي هي طبعا عندنا هنا مساحات رملية واسعة، مناظر كتب رملية، ثم شاطئ الداخلة طبعا، وقصبة الودايع حنا عطينا لها واحد الوصف. نعم، إذا بالنسبة لأهمية طبعا التنوع، فطبعا هذه كتسمى أهم، نكتب هنا وضعها أهم طبعا، أهم ميزة للسياحة، أهم هذا التنوع كيعطي أهم ميزة للسياحة. فطبعا جلب العلوم الصعبة، توفير الشغل، وطبعا تقليص عدد العاطلين، تقليص عدد. إذا أهم ميزة للسياحة، أهم ميزة للسياحة. تمرين طبعا الأول في هذا الدرس، أحدد المطلوب مالي، المكانة العالمية للوطني من حيث إنتاج وتصدير الفوسفات. طبعا سبق وقرأنا أن المغرب، حيث باش نبدل، المغرب هو أول مصدر طبعا، طبعا للفوسفات. نعم، أول بلد مصدر، وثالث طبعا بلد منتج لهذا للفوسفات، طبعا للفوسفات في العالم، اول مصدر وثالث طبعا بلد. اسم المؤسسه المكلفه باستغلال هذا الشيء، معروف المكتب الشريف للفوسفات، المكتب
المكتب الشريف طبعا للفوسفات، للفوسفات، المكتب الشريف للفوسفات. مراكز تصدير الفوسفات ومراكز صناعيه، نعم هنا دي مراكز التصدير وهنا التصنيع، نديرو بحال الجدول. نعم مراكز التصدير، وانا مثلا التصدير عندنا الدار البيضاء واسفي العيون، رجعنا للخريطة، الدار البيضاء نعم ثم اسفي ثم طبعا العيون، جيد العيون نعم. وبالنسبة لمراكز تصفية طبعا تصنيعه كاين اسفي، نعم اسفي والجرف الاصفر، هادشي قرينا في الدرس، جرف طبعا الاصفر هادشي قرينا في الدرس. نعم نمر الى المواد المصنعة من الفوسفات. اذا عندنا الحامض الفوسفوري، الحامض طبعا الفوسفوري، ثم عندنا طبعا الأسمدة الكيماوية، الأسمدة الكيماوية، نعم الأسمدة الكيماوية، هاي الحامض الفوسفوري والأسمدة الكيماوية. نمر إلى طبعا التمرين الثاني، ها هو يقول لنا نفتح الكتابة، يشكل قطاع التعدين والأشغال المعدنية حلقة أساسية في سلسلة الصناعة التحويلية من خلال دوره كمزود لعدد من الأسواق خاصة البناء والطاقة والنقل والفلاحة، ولذلك فهو يستفيد من النمو بتشجيع من مخططات الدولة في هذا المجال. نعم قرأوا هذا النص أكثر من 3 مرات. أسمي القطاع الصناعي الذي يتحدث عنه النص، نعم قطاع وطبعا التعدين، التعدين صناعة التعدين، نعم قطاع التعدين، قطاع التعدين هاي. ثم دور هذا القطاع طبعا من خلال النص فهو حلقة أساسية في سلسلة الصناعة التحويلية، نعم حلقة أساسية، نعم فهو حلقة أساسية من النص، طبعا حلقة أساسية في سلسلة، سلسلة الصناعة طبعا، في سلسلة الصناعة طبعا الثقيلة، هادشي اللي عندنا في النص، خرجنا من النص. إذا شنو قلنا؟ هو حلقة أساسية في سلسلة الصناعة الثقيلة. نعم، إذا فهو مزود لعدد من الأسواق. القطاعات التي تستفيد من إنتاج هذه الصناعة، كاين عندنا قطاع طبعا البناء، طبعا صناعة السيارات ثاني، الطاقة، نعم، ثم النقل، هادو بعد طبعا، هادو طبعا بعض القطاعات، ثم كذلك الفلاحة، صناعة الآلات ديال الفلاحة،